الكل هنا يستعد لاستئناف النشاط بعد قرار رفع تدريجي للحجر. عينتنا كانت محلات بيع الأكل السريع والحلويات بعد 3 أشهر من الركود بسبب التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. احنا درنا شويه درنا المجهود تاعنا نطوينا شويه راك تعرفي، وعندنا جلسه معده واحد شهر ولا شهرين مازال ما فتحناش. اي على ديك نصاونا حنايا البارح باللي نفتحوا، اي حنايا بدينا نخدموا اليوم نطوي ان شاء الله بربي، وغدوه ولا غير غدوه نفتحوا على ان شاء الله على كتب ربي. توقف النشاط كبد التجار خسائر معتبره انعكست بدورها على العمال الذين وجدوا انفسهم من دون مدخول. تما دوك شهر كومبلي تاع رمضان راح لنا هكذاك، وحنا كي معروفه في لاباتيسري حنا هي معروفه كاع في رمضان نخدموا كاع في رمضان، تما هذاك هو لاباس تاعنا. دوك كي نحاولنا هذا رمضان كاع خسرنا بزاف ما لقيناش واش نديروا. يعني اليوم ما غلقلكم تفتحوش لكم راكم فاريين إيه لازم دوك، باسكو علاش حنا دوك ضيعنا شهر كومبلي، دوك حنا كي بدينا هنا نخدموا ما اوتوماتيكمون باش ريكيبيري شويه. انا فرحان هيك انا فاتحين باسكو خسرنا شهر رمضان باكمالي، تما المعلم وما أدراك حنايا خلصنا بلا ما خدمنا، تما رانا فرحانين كي يعاودوا يفتحوها ورانا متاخدين الإجراءات ديالنا مام زبائن عم يدخلوا واحد بواحد وكاع كاين التعقيم كاين كلش. التوجه لرفع الحجر تدريجيا يتطلب أيضا وعي كبير من قبل التجار والمواطنين على حد سواء لضمان استمرار نشاطهم والمحافظة على صحتهم.